تونس. عندك يا سيدي لطيفة طبعا، عندك الست الجميلة عليا التونسية، اللي جرى بقى خرابي وما نقولش ايه اديتنا مصر. عندك عندك ذكرى كانت عظيمة، الله يرحمها ويحسن اليها، كانت عظيمة يعني. دي ما كانش ليها زي في الصوت يعني، واتخطفت بجد ما لحقتش يعني. مصر حضنها دايما مفتوح لكل العرب، يبدعوا يقدموا فنونهم، يشاركوا معانا الإبداع ويتنفسوا الفن. ذكرى صوت جميل عدى على مصر وارتبط بيها الناس، عشقوا صوتها. ذكرى هتفضل ذكرى عايشة في ذهن عشاقها وعشاق الصوت الجميل. وعندك بقى الأستاذ لطفي بوشناق. أنا فاكرة بقى لطفي بوشناق ده أنا اتعرفت عليه إزاي. أنا دايماً أنام وأنا فاتحة التلفزيون، يعني لازم حد يونسني في أنا المنزل. كنت كده قبل الجواز للأسف، مش عارف أعمل إيه. مش عارف أعمل إيه. أنا لازم بالمناسبة يعني بني آدمين في الأوضة يعني، لازم أي حاجة. واصحى على اللحن الحلو يعني، لو سمع لو في مزيكا حلوه بتتعرض او بتتذاع تصحيني والله من النوم. طب حلو جدا. فصحيت على انت عندك الكورون استشعار شغاله اللي هو طلقت الحلو برضو انت نايمه. المزيكا بالذات تلاقيني رحت قايمه قاعده كده، فيعني مثلا فانتوم اوف ذا اوبرا مثلا، اصحى لاقيني اصحى كان حد صحاني كده. لطفي بوشناق في خدوا عيني شوفوا بيها، خدوا عيني شوفوا بيها، لموني اللي غاروا مني. طبعا اللحن مش طبيعي، وهو بيغنيها كان على العود بقى في حفلاته دي. تعرفت بقى على لطفي بوشناق، عشقته. صوت قوي جدا جدا يعني، عشقته. طبعا. انت تجاربك ايه مع 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 اي حد من تونس؟ لا انا اشتغلت مع تونس، مع لطيفه ومع صابر الرباعي طبعا. حبيبي صابر. يعني صابر لسه عامل له كونتيتر مسلسل بتاع احمد السقا، اللي هو اغنيه اسمها بنتخلق. من المطربين بجد اللي صوتهم قوي جدا جدا، ومن الزمن القديم يعني، ما تحسوش بتاع الزمان ده. راجل بتاع زمان يعني قوي يعني، تحسه من ايام عليا كده. ايوه بالظبط. لما غنى لها حتى على اللي جرى هو اصاله يعني، كان باين جدا ان هو فعلا مش بتاع الزمان ده يعني. عشان كده حتى هتلاقيه اغانيه كل فتره بتنجح له اغنيه، لكن مش كثير الانتاج. هو اللي عرفنا على الله الله يا بابا، صح؟ مع انها اتعملت مليون الف مره يعني. الله الله دي اشهر حاجه هناك يعني. بس فعلا لما عملها هو وعمل لها كلام تاني واعاده توزيع، لا كسرت الدنيا. بس فعلا انا سمعت كام الحان بنفس اللحن ده يعني، يمكن انا عامل اتنين يعني، عارفه منه. ليه يا شيخ؟ يعني الجمله دي اتعملت اغاني كتير، حماقي عملها، عمرو دياب عملها، ناس كتير جدا يعني. عملت ايه حماقي؟ عملها ايه؟ بيبقى فيها تغيير، بس كنا عاملين يا بابا كنا عاملين قالوا فيك يا حنان زياده ربنا ضايف، نفس السكه. عمرو دياب عمل الله لا يحرمني يعني، هتلاقي برضو ايه الجمله دي بنحبها جدا، فاتعملت مليون مره يعني. بس هو الصراحه عمل احلى له طعم. طبعا. أنا مواطن وحاير أنتظر منكم جواب، منزلي في كل شارع، كل ركن وكل باب، واكتفي بصبري وصمتي، ثروتي حفن التراب. ثورتي كانت غنيمة، وافر الحضر الجناه، ما أخاف الفقر لكن كل خوفي من الضباب. ومن غياب الوعي عنكم بدي أخاف من الغياب. سادتي أنتم حكمتم، حكمكم حكم الصواب. يا هنا
مهما كان مثلي من يهم ومن ومن أنتم أصحاب الفخامة والزعامة وأدري لن أكون في يوم منكم يشهد الله والزمن أنا حلمي كلمة واحدة إن يضل عندي وطن لا حروب ولا خراب لا مصايب لا محن خدوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن خدوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن يا وطن وانت حبيبي وانت عزي وتاج راسي انت يا فخر المواطن والمناضل والسياسي أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم من الكراسي سلام عليك يا بابا والله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا
سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا أرضى الله يا بابا واستمع عليك يا بابا أرضى الله يا بابا واستمع عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا يا بابا الله الله يا بابا الله الله يا بابا يا بابا تعال لا ريلا ويا ريلا يا ريلا ريلا ويا ريلا يا ريلا ريلا ويا ريلا ونجيك نزور يا ريلا الله 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 يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله وسلم عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا المغرب. حبيبتي بقى. انت لحقت رجاء بلمليح؟ طبعا بس ما اشتغلتش معاها. بس لحقتها. رجاء عملت اغاني جميله بس نجحت قوي مع حميد في جو تاني خالص غريب جدا اللي هو كان النوبي اللي هو زي الدفوف كده. ايوه. فعملت معاه قصايد مع الحان حميد يا غايب والحاجات الجميله دي. عملوا برضو حاله كانت مميزه جدا جدا يعني. الله يرحمها. الله يرحمها كان صوت ملائكي جميل يعني. أنا بتخطف الأيام دي المغاربة طبعا اللي مكسر الدنيا سعد المجرد. عامل أنت معلم. وعمل حاجة باين تانية اليومين دول. أنا شايفة أزعرينا كده. لا في حاجات أنت باغية واحد دي قديمة. أيوة دي وبعد كده عمل يا معلم. يا معلم دي سعيد ولد مهذب وفنان وجميل. وبرضه هرجع اقول لك لما بتكسري السائد الموجود بتتميزي. فلغه الاغنيه بتاعته مع الموسيقى اللي معموله مع شغل الفوكلز الغريب اللي هو عمله ده. لا عمل اغنيه النهارده ما شاء الله يعني معديه ارقام غريبه يعني الله اكبر يعني. عبد الوهاب الدكالي بقى اللي انا فاكراه عن عن نفسي يعني. فاكره مش فاكر قوي المواضيع. لا كنت صغير انت قوي بس انا فاكراه كويس وقتها. وكان نحنوس برضه كده طبعا بس ماليش معلومات قوي. ويتقال عليه عبد الحليم المغرب وبتاع يعني كان عاطفي بقى وبتاع وكده. في اغنيه اللي هي مرسول الحب دي هي دي حميد عملها. حميد اللي عرفها للناس بقى. هو مغني الراجل الكلام طبعاً. ده من زمان بس حميد برضو من افضاله على المزيكا انه رجع الراجل ده اللي عايز يعرف عبد الوهاب الدكالي لانه هو بالنسبه للمغرب قيمه على فكره كبيره يعني. كان مطرب عظيم بالنسبه لهم جدا واحنا كنا عارفينه كويس. كان بيجي مصر وبيعمل حفلات بس يعني ملحقش بس شوف اعاده لما بتجيبي حاجه قديمه تقدميها للاجيال الجديده بتقبلها بشكل جديد. زي مثلا وحشتني بتاعت خالد عجاج لما بتاعت سعاد محمد. ايوه انا ما كنتش اعرفها. انا واحد من الناس ما كنتش اعرف مع احترامي يعني وده تقصير مني لانها اغنيه عظيمه طبعا. بس انا من العيال اللي كانوا طالعين ساعتها بيسمعوا حميد وبتاع ما بيسمعوش سعاد محمد. لما غناها خالد عجاج فجاه لقيناها حاجه عظيمه. الاستاذ صلاح فايز استاذ خالد الامير. ففكره اعاده فعلا الحاجات. انا مرسول الحب دي انا ما كنتش سمعتها بصوت مطربها الاصلي بس سمعتها بصوت المجموعه اللي حميد عملها بعد كده. وكان عامل حاجات جميله حميد على فكره. كان عامل مجموعه سيدات اسمها شعبيات. دي كان تراث مصر والفولكلور كله بيعيده تاني وكانت افكار فعلا سابقه وقتها. واحنا كشباب ساعتها كنا بنتعرف على التراث ده. صغري عليك طالب
مشيتي وفين غبت عنا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبت عنا علينا خايف لا تكون نسيتنا وهجرتنا وحلف ما تعود ما دام الحب بنا مفقود وانت من نبع سقيتنا ما دام الحب بنا مفقود وانت من نبع سقيتنا باسم محبة باسم الأعماق وحر الأشواق كنا ترجاك اسأل فينا وارجع لينا يدوم الصمت وتتكلم أغانينا عايزة منك كلمة للجمهور العربي وإحنا بنودع السنة وإنت أحلامك للسنة جاي. أنا عارفة أن أنت عندك طموحات وأحلام مش فنية بس يعني طبعاً. على مستوى المواطن كتير قوي قوي بشوفها يومياً يعني طبعاً. لكن محتاجة كلمة منك لأولاد وطننا. أنا بقول لأولاد وطننا إن إحنا لازم نفضل مع بعض ما قدامناش حل تاني يعني مفيش ما ينفعش اي نوع من الفرقه تاني يحصل كفايه اللي احنا شايفينه بيحصل حوالينا اللي هو تحول لمسحه دلوقتي يقول لك بص على سوريا بص على ليبيا طب ما احنا بنبص فعلا على فكره مش كروما يعني مش جرافيكس يعني ما حقيقه يعني فاهمه مش خدعه ولا مؤامره يعني احنا فلازم فعلا ما يبقاش في فرقه لازم نساعد بعض زي ما بيقولوا المليان يكب على الفاضي زي ما بيقولوا لازم نفضل في تبادل ما بيننا ثقافي وتبادل ما بيننا في كل يعني لازم محدش يدخل ما بيننا الفترة تعلموا الدرس بقى تعلموا لأنه هو أصل دلوقتي أي واحد بربع جنيه في ثانية بيخش يوقع ما بين بلدين فاهمة بقينا متحفزين أول بعض ممكن ماتش كورة زي ما حصل مثلا يوقع بين بلدين ويكون ما بينهم تاريخ عظيم يجي حاجة كورنر مثلا ولا جون اتحسب أوفسايد يدمر علاقة يعني فلازم نعرف كويس قوي إن إحنا جيش واحد جيش واحد على كل المستويات جيش واحد بس كتيبة فنية واحدة كتيبة ثقافية واحدة كتيبة علمية واحدة كل حاجة أنت نورتني كالعادة يعني نورتني ربنا يخليك يا دبور وميرسي على إنك جيت عيدت معنا ده أنا لازم أجي طبعا وكنت مبسوط إن أنا جاي أشوفك وفرحان جدا جدا إن أنا معاكم يا حبيب قلبي أيمن ربنا يخليك يا حبيبي